فحب كلام الله تعالى، لأن الكلام هو كلامه ولا بد وأن يحب بفطرة الحب الطبيعي، لأني أحبه فأحب كلامه. وهنا تبادل بين كل شيء أحبه لأنه يحبه وبيني، فإذا أحببت الحجر لأنه حجر الله أحبني الحجر في الله لأني أحببته في الله. أحببت الجبل، أحببت السماء، أحببت الكلب، أحببت الجمل، أحببت الماء. فالحب المتبادل ليس لذات هذه الأشياء، وإنما لأنني أحبها لله، لأنها مخلوقة لله، فأرى الله فيها، أرى الله فيها، فلا أزداد إلا حبا. وهذا التبادل هو شيء خطير في الكلام عن الحب، التبادل بين الأشياء التي يحبها الله وبين العبد. ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. هذا هو التبادل الأصلي بين العبد وبين الله وبين الله وبين العبد، هذا هو الجزاء، إني أحب فلانا فأحبه. شأن هذا العبد أن يحب، وأنت يا جبريل قد أحبك هذا العبد لأنك أمين الوحي ولأنك خلق من خلق. ثم ينادي جبريل عليه السلام على الملائكة فيقول لهم: إن الله يحب فلانا فأحبوه. يأتي الحب من الأعلى سبحانه وتعالى، ثم ينتشر بهذا الأثر العظيم، لأنه بين عبد وبين الله، فكان هذا الانتشار وهذا الإعلان لخطورة أمر الحب. فبدأ الحق بنفسه: إني أحب فلانا فأحبه،